إذن إغلاقات العام الماضي كانت تحديدا للدولار ضمن المستويات الإيجابية بالرغم من حالة التذبذب، يعني كيف تصف أداء الدولار خلال عام 2021 سركيس؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا تذبذب كبير في الدولار الأمريكي خلال عام 2021، لكن انتهت السنة على ارتفاع في الدولار الأمريكي. وعلى سبيل المثال إذا ذكرنا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الست، فقد ارتفع من 89 نقطة إلى 95 نقطة لتنتهي عام 2021 على ارتفاع في الدولار الأمريكي. المتداولون راقبوا توجهات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نحو تقليص تحفيزاته الاقتصادية، والتي منها خفض برامج شراء الأصول، وتعهد الفدرالي بإشارات بأنه سيوقف برنامج الشراء الطارئ خلال هذه السنة خلال بضعة أشهر، وهذا من أجل منع التضخم من الاستمرار في الارتفاع. فارتفاعات التضخم في الولايات المتحدة أصبحت فعليا مقلقة لأنها أعلى مستويات منذ تسعينات القرن الماضي. رفع الفائدة، تخفيض برامج شراء الأصول كانت أمور مساندة لارتفاع العملة الخضراء مقابل سلة من العملات. وعلى هذا نلاحظ بأن الدولار الأمريكي اكتسب قوة إجمالا على مدى سنة 2021. نعم، ماذا عن منطقة اليورو؟ أيضا أداء اليورو خلال 2021 عانى الكثير من ارتفاع معدلات التضخم وبعض القرارات، وأيضا دخول أوميكرون ضمن الخطة أو ضمن الترقب الاقتصادي في أسواق العملات، يعني كيف ترى تأثره وأداؤه؟ صحيح، كما تفضلت انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي من مستويات أعلى من دولار و21 سنت لينهي السنة عند دولار و13 سنت. تأثر اليورو بشكل كبير بداية عام 2021 في الركود الاقتصادي الذي عانت منه منطقة اليورو، فقد شهدنا انكماش اقتصادي خلال الربع الأول 2021 قبل أن يعود الاقتصاد يحقق بعض النمو، لكن أغلب سنة 2021 كان اقتصاد منطقة اليورو يبدو ضعيفا، رغم أنه يبدو بأنه تقدم نوعا ما وخرج من الركود، لكن النمو ما زال فيه هش. وملاحظ جدا أن هذا النمو الضعيف ترافق خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بارتفاعات ملموسة في التضخم هي الأعلى عبر التاريخ التي تم تسجيلها في منطقة اليورو. بالتالي عانى اليورو أغلب العام من ضغط هابط، لكن خلال الأيام الأخيرة من عام 2021 حاول اليورو الارتفاع باستماتة إن صح التعبير ليحقق قليلا من المكاسب أمام الدولار الأمريكي، لكن على مدى العام كاملا ما تزال سياسات البنك المركزي الأوروبي التي تشير لاحتمالات إبقاء الفائدة متدنية للغاية سبب في الضغط على اليورو بشكل عام. نعم أستاذ سركيس، يعني عن العملات غير المباشرة تحديدا التي تعتبر كملاذ آمن في سوق العملات، الين الياباني وأيضا وخلافها من العملات، يعني لاحظنا تحسن في أداء الين مع تحسن شهية المخاطرة، ألا يوجد هناك مفارقة بين هذه التفاصيل في أسواق العملات؟ بالضبط كما تفضلت، هنالك ارتفاع في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الذي أنهى العام الماضي عند 115 ين للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك الفرنك السويسري. ولو نظرنا إلى سبب ذلك يجب أن ننظر إلى أسواق الأسهم. أسواق الأسهم أخذ منها على سبيل المثال أسواق الأسهم الأمريكية التي حققت أكبر مكاسب وسلاسل مكاسب متتالية كمستويات تاريخية منذ 1995 تقريبا، فنحن نتكلم عن شهية مرتفعة للمخاطرة مما تسببت في ضغط على العملات غير المباشرة تحديدا الين الياباني. فالين الياباني معروف اقتصاديا بأنه يتأثر سلبا بارتفاع الثقة في الأسواق المالية، فالمتداولون يقومون باستخدام الين الياباني لتزويد متاجرات تسمى متاجرات العائد، فكلما ارتفعت الثقة في الأسواق المالية نلاحظ انخفاض الين الياباني الذي أنهى العام كما أشرت عند 115 ين للدولار الأمريكي الواحد. نعم أستاذ سركيس، يعني تحديدا نذهب إلى الليرة التركية وهي يعني إن صح التعبير التي سادتها الكثير من التغيرات خلال العام الماضي، هل نتوقع البقاء في حالة من التراجعات أو التذبذب إن صح التعبير على أداء الليرة التركية بالرغم من القرارات الحكومية التي حاولت دعم هذه الليرة؟ بالفعل أود الإشارة بداية إلى القرارات الحكومية التي دعمت الليرة التركية بشكل ملموس خلال الشهر الماضي كانون الأول.
وهذا الدعم قلل من خسائر السنة الماضية. لكن بشكل عام الليرة التركية خسرت حوالي 44% من قيمتها خلال 2021. الآن المتداولون ينظرون إلى ناحيتين اثنتين، الأولى هي وعود بأن يتم حماية المدخرات في الليرة التركية داخل البنوك التركية، لكن من ناحية أخرى ينظرون إلى بطالة أعلى من 11%، تضخم أعلى من 21%، وفي نفس الوقت هنالك مخاوف من أن يبقى البنك المركزي التركي في توجه لخفض الفائدة أو حتى عدم تحريكها عند المستويات الحالية لمواجهة التضخم المرتفع جدا. نعم. بالتالي بداية هذه السنة أعتقد بأن هنالك حالة من التذبذب حتى تتضح المفارقة ما بين التوجهات السياسية لحماية المدخرات وما بين توجهات البنك المركزي التركي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.